أنا جد سعيد أنني نحضر معكم في أشغال هذه المحطة التنظيمية بطبيعة الحال، اللي كان بودينا أن الإخوان بعد تأسيس المكتب الوطني ديالهم أنهم يسرعوا ويكبوا على استكمال التنظيم بعد أن أسسوا المكتب الوطني، ولكن حنا كنعرفوا الظروف اللي كمر منها القطاع واللي مر منها القطاع خصوصا في السنوات الاخيره. حضور ديالنا اليوم لاشغال المؤتمر التاسيسي للمكتب الجهوي للمنظمه الديمقراطيه لمهني وسائق النقل السياحي، اولا كيجي في اطار تنزيل البرنامج التنظيمي الوطني لكل قطاعات النقل التابعه للمنظمه الديمقراطيه للنقل والوجستيك المتعدده الوسائط، وفي خضم كذلك الحوار اللي اليوم المكتب الوطني اللي واخذ الحوار مع الوزاره الوصيه على القطاع. وهذا اللقاء كان مناسبة للتدارس والنقاش حول كل المستجدات اللي كتهم المهنيين والسائقين في هذا القطاع هذا، خصوصا المشاكل المرتبطة بالكراء ديال المعدنيات، وكذلك المرتبطة بالتغطية الصحية الإجبارية والاختلالات اللي كيعرفها الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذلك الحصول على البطاقة المهنية. كلها نقاط كانت داخلة جدول أعمال هذا المؤتمر اللي في الأخير توج بانتخاب كاتب عام جهوي كأول والمحطة التنظيمية للمكتب الوطني لمهني وسائقي النقل السياحي بالمغرب التابع للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط. المشاكل اللي كيعاني منها القطاع هي مشاكل متعددة ككل القطاعات ديال النقل، إذا كاين مشاكل اللي هي مرتبطة أولا بالمهنية وبتكريس المهنية، كذلك مرتبطة بالشغيلة وبالسائقين المهنيين في هذا القطاع، خصوصا أن القطاع عرف مشاكل كبيرة وعرف ركود إبانة كوفيد، المرحلة ديال كوفيد كانت عرفت مشاكل كبيره في هذا القطاع ديال النقل السياحي، واليوم هذا القطاع بدا يتعافى ولكن يتعافى بمشاكله. الحمد لله اليوم المكتب الوطني لهذا القطاع اللي تابع للمنظمه هو منكب على معالجه كل المشاكل لا في الاطار ديالها المركزي والوطني ولا كذلك على المستوى الجهوي، خصوصا ان تاسيس هذا المكتب الجهوي اليوم هو غيكون لبنه اساسيه ورئيسيه من اجل معالجه المشاكل على مستوى جهه مراكش اسفي، باعتبار ان هذه الجهه هي محتضنه للنشاطات السياحيه على الصعيد الوطني. وكانت واحد البصمه ديال المنظمه ديالنا ديال السائقين، كانت بصمه الحمد لله ولو كانت بسيطه، هي من خلال معاناه بعض السائقين في واحد البلدين في مدونة السير. الخصاص في التكوين ديال المعاهد تنشوفوا الوزاره تخبط ربما، لان كل مره تضيف مهلات اضافه وقت المراقبه على هنا، وسمعنا حاليا كنا في اخر اجتماع في وزاره النقل اضافه سنه ديال التكوين الى حدود 31 ديسمبر من هذه السنه 2023، وفي نفس الوقت الزجر الحصول على وصل. هذه المسائل انا اتخب كاين واحد العشوائيه، زائد الشق اللي ديال اجتماعيا لامو اي حاصل على بطاقة مهنية والتي توصل بواحد المراسلات اتصالات من صندوق الوطن الضمان الاجتماعي باش يخلص هذا الشيفور، هذيك لامو واحد 189 درهم، كما هو معلوم الانسان ما خدامش الا شتا مشتغل راه ديكلاري به الشركه ديالو، ما كانش مشتغل علاش يخلصها من جيبو؟ يعني بين الوزاره تعيد النظر او تجي تاخذ هذه البطاقه المهنيه التي فيها ضرر حاليا.